على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم، أنا اليوم في هذا البث المباشر من مهدية بالضبط حي الحوزية. كيف ما كنشارك معنا هذا الأب لأنه ثلاث الوليدات اللي كان كاري واحد الدار، ومن بعد هذيك مولا الدار بالعقد عفوا ديال 3 سنوات، من بعد كيتفاجأ وأن مولا الدار بعد الدار فوق راسه، وأنها من أجل باش تربح هذيك 10 مليون اللي داروا الان الدوله. نسمعوا هذه القصه الغريبه اللي كيعاني منها هذا السيد، هذا السيد من مولاي الدار. غادي نسمعوا. مرحبا بك سيدي في هذا البث المباشر. مرحبا بك، عاود لنا القصه ديالك وتفضل. هاد السيده جيش كريش عندها نهار 1/3/2022 بالسمسار، عطيتو النصيب والوسيط، قلت لي قلب على شي دويره علاش وليداتي تيقراو هنا، وجدتو من واحد الحي هذا واخا الحاله لا يرثى لها. متقاعد تتلقى ديك البركه قل من الكره، وتنزيد نخدم حارس الليلي وهذاك الشيء باش نعاون شويه وليداتي. عندي واحد الدري مريض شويه وبالاوراق والقلب، وجبت وليداتي واحد جوج بنيتات باش يقراو هنا بعدا نصلح لهم الامور ديال عقلهم. كريت فعلا الدار لو 1/3/2022، اي درت معاها العقد ديال الكراء مقيليزي في المقاطعه لمده 3 سنوات. دابا اي الا تنتفاجئ هادي دابا شي 5 شهور ولا 6 شهور بقات تتقول لي اودي خوي لي راه غنبيع راه غنبيع الدراري تيقراو. خويليا راه بغيت نبيع العقد ديال 3 سنين. وليت تنصيفط نصحوني الناس قالوا لك اودي دير هذيك الفلوس ديرهم لها ماندا كاش بليس، ها الريسيوات عندي تنصيفطوا ليها. ولات تقول لي اودي تيقطعوا لي 800 ديال الماندا. قلت لها ما عليش انا نزيد هذاك النهار ما نشريش الخضره لولادي ونخلص الماندا، كلشي في الريسي 840 ريال في الماندا تنخلص دابا بحال اللي تنخلص 47000 ريال. شهر 8 جات عندي بلاصه الحراسه خدات عندي فلوس قالت لي انا محتاجه اليوم. الشهر اللي فات عاوتاني جات عندي قالت جا ولدها صغير قال لي راه ماما مريضه عطيتها الفلوس. موراها قالت لي والو. لا كاينين الشهور كلهم بالشهود. هاد الشهر هذا قالت لي لا ما بغيتش الكرار، انا سنيت الوعد البيع رانا خديت العربون اتخرج. قلت لها شريفه بغينا نخرج وانا باقي لي عام، ولا بغيت نكري عاوتاني خصني 170000 بين التصبيق بين الرحيل بين السمسار بين هادي وانا تنشدي 2000 درهم. قالت لي انا نعطيك شهر 46000 ريال ما تخلصها لي شو يخرج. قلت لها ودي ما عندي كي ندير الشريف الله يجازك بخير، راه ما عندي كي ندير زعما ما قدرتش كي ندير. كل قلت كي ندير ايه عندي نخوي ليها دارها الله يعاونها، ما خصني مشاكل ما تمشي المخزن لا والو. قالت لي والو تخوي لي الدار ديالي وهذاك الشيء الا تنتفاجئ السمسار هاد الايامات. قال لي تصبر عليك نهار 5 ولا 6 تحيد لك المكانه والعقد الكراء عندي فيه باش ندخل المكانه ديال الضوم، ما بغاش تعطيني موافقه هاد المده ما بغاش تعطيني موافقه. ودابا انا راه عايش في حيره وعايش في المشاكل، وطن عندي امل القضاء ديال القنيطره ما يبغيش هادشي ما يبغيش هادشي. انا عارف عندي امل بان القضاء ما يبغيش هادشي ما يبغيش الانسان داير كونترا ديال 3 سنين وما تتعطيش التوصيلات، يعني كوم كوا هاربه من الضريبه. ما فهمتش انا هادشي هادي واش بغات تحقر عليا واش هادي ما تحيد لي الموضوع. من تحيدي لي الموضوع هذوك الوليدات كان عندي وكما كنت نخلصك انا عارفك ما الا تفوت لك الشهر دقيقه غتخرجي العروق ديالك عليا. دابا تنطلب من الراي العام ومن القضاء، وعندي امل في القضاء. القضاء مسكين شحال قدو يحل، تيخدم القضاء عندنا في قنيطره ولا في المغرب. القضاء في المغرب الحمد لله تيصلح الامور، ولكن راه بزاف شحال قدو يصلح 1000 2000 3000 انا تنوصلها لهم ديريكت. بيني وبين الله وانا راجل شيباني الشهر ديال هذا الشهر ما بغاش شدو، وعامين ما خلصش الموضوع. مشيت درت شكايه عند وكيل الملك مستعجله وحكيت فيها هادشي كلشي، وانا عارف بان جات مع الخدمه السبت والحد وجات مع الاثنين ما كاينش خدمه، الثلاثه ولا الاربعه غيصيفطوا ليها. هادشي كلشي قلتو ما بغاش تعطيني باش ندخل المكانه الضو، تتقول لي ما دخلتش المكانه الضو وما بغاش تشد الفلوس ديال الكره ديال هاد الشهر اللي غنصيفط ليها. قالت لي غتخرج بعت الدار ب 100 مليون شدات العربون، وانا عارف وتنعاودها وتناكد
بان القضاء عندنا في المغرب تيخدم، مع هذا لما وصلتوش القضيه ولا شي حاجه. حقاش بزاف هادشي كثير، وما قلت ليها حتى حاجه، ما نقدرش هذيك الانتهازيه ما نبغيهاش. والله لو وكلت لولادي شي حاجه ديال الحرام تنقولها شي يشد لي دويره فين خدام انا قريب خدمه والنص العام خلصي لي التسبيق والسمسار، الله يعاونك الله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك. هذيك الانتهازيه وهذيك الفكره ديال باش ناخذ مليون وجوج وثلاثه ما عندي ما ندير بها، ما بقى لي شحال نعيش، خليها هي تدي هذاك الشيء على رقبتها. غنعيش انا اكثر من هذا الشيء اللي عشته، ما نعيشوش. ما عرفتش انا مريض بالسكر وهذاك الشيء، ما عرفتش شحال نعيش. ولكن بينها وبين الله اللي خلقها وهذا النهار اللي عزيز عن سيدي ربي، خلي الضمير ديالها ويوصلها هذا الميساج وتحاول تصلح راسها قبل القضاء. والسلام عليكم. باش كتعبي استاذ؟ تنطلب دابا انا تمشي تشد لي دويره قريبه للان وتخلص التصبيق وهذاك الشيء طاح بشي 170,000 ازمه وهذاك الشيء كي ندير لنا هذا الشيء. والسمسار يشدك الدار فابور، واش مول الدار يعطيك بلا تصبيق؟ تتقول لي لا 46,000 ريال ديال هذا الشهر هي اللي نقدر ما نشدهاش. ونحمد الله ما قالت شي حاجه اخرى، ولكن اتخاف على وليداتها. حقاش الله عاد عطانا الري والغيت ولا زدنا مازال تنافقوا، اتهرب عاوتاني هاد الشتا. الله ربي يبقى يرحمنا، ولا تيرحمنا ربي، نديرو بحقه، نديرو بحق الله سبحانه وتعالى. ولا كليتك شي حاجه ما تسمحي لياش، وعامين ما خلصتيش الموضوع، انا والسيد تنخلصوا الموضوع. ايه وبنيتي الفوق، صلحتي الطواليط وهذاك الشيء، الله يعاونك الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير. ما هضرناش، جاتك حقك 820,000 ريال ديال الموضوع دوزتها. وحشومه حشومه، عار هادشي. كون كانت سالات ديال الكونترا نخرج بحالي، كون كان ما عندك فين تسكني نخرج بحالي. والحمد لله ثلاثه ديال الديور عندك، وحده فوق وحده فوق وحده. كون كانت هي بنتك ولا ولدك يسكن نخرج، وخا نحطهم ندير كيطون ونسكن ولادي فيه، ولكن لا. باش جيت تقولي لي ها 46,000 ريال ديال هاد الشهر بلا ما تعطيها لي، نقول لك اجي يا فلانه تدي الكرا، تقولي لا هاد الشهر ما نديش. تطلب الكرة وغير محمول. الشريف الله يجازيك بخير، لقيتيني درويش. شوفي بينك وبين الله، قولي هاد السيد نقلب ليه على دار ونخلص ليه التصبيق ونمشي نشد انا 100 مليون مع النوطير. سيري شدي حتى 200 مليون، انا ما بقاش عندي غرض من فلوس ولا بشي حاجه، بقاش قانع. قنعني الله سبحانه وتعالى، مقري هذوك الوليدات وصافي. ولا بغات تجي الموت تجي، ما الا هي تبعني ديال شي واحد. تنطلب الله ناخذ حقي. السلام عليكم. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين افضل المتابعين قناه شفتي في قناه الشعب. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، هذا اب اللي عنده مشكل ديال مع السيده اللي كرا عندها، كيف ما كيقول ان كانت عندها 3 سنين عقد ديال 3 سنين دوزت عام ونص، مي سمع الدعم ديال 10 مليون، بغات تبيع الدار ديالها فوق راسو. كيف ما كيقول ان اكثر من هذا ما كفاش، هادشي بغات ماشي غير بغات تبيع، حتى بغات تقطع لي الموضوع وبغات تخرجني. وقالت لي انا باقي ما كملت العقد ديالي، فين غادي نمشي وفين نتوجه؟ ودابا الكرام غالي وفين غادي نعطيه؟ خصني دابا عاوتاني فلوس اخرين ونجد، وانا ما مستعدش. كيقول الله يجزيكم بخير الى ما تدخلوا مسؤولين، وكذلك هي كيقول الله يجزيك بخير نشوف ما يحل. دمتم في رعاية الله وحفظ، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله. كنت من جميع المتابعين أفضل المتابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا. نتلاقاو بث آخر إن شاء الله. السلام عليكم.